هلا وغلا فيكم، مساكم الله بالخير والشوق خذنا يمكم وحياكم في برنامج حياكم. مساكم الله بالخير. البداية كل الشكر والتقدير لمن أشاد بتغطية القنوات الرياضية لخليجي 23، وأكيد هذه يعني غير مستغرب على طاقم جدا جميل مثابر مجتهد دائما يبحث عن التميز. برنامج حياكم أضيوفه تشوفونهم تتهافت عليهم القنوات بعد انتهاء الاستديو لأخذ لقاءات معهم ليطلعوا على هذه القنوات. دليل ذلك أن البرنامج بإذن الله مميز، وإحنا نحاول نجتهد أكثر وأكثر. مساكم الله بالخير مرة ثانية. مساء الخير أكيد على زميلتي المتألقة هيفاء أحمد. مساء الخير. مساء النور. الله يسعدك يا بندر، حقيقي يعني متشرفين في هذه اللحظة أنه إحنا موجودين في هنا تحديدا في بلد عروس الخليج، ويتابعونا إن شاء الله من كل ديار أهل الخليج. أحب أمسي عليكم وأحب أمسي على كل متابعين قناة السعودية الرياضية، ونحب نمسي برضو على ضيفنا يا بندر. ولا أكيد ضيفنا جميل جدا، راقي ذويق. احنا دائما ضيوفنا راقين وذويقين. الراقي اختار راقي. ما راح اقدمك ضيفني وضيف حياكم، ما راح اقدمك يعني بالسيره الذاتيه الطويله، بقول الدكتور ايوب الايوب المختص في التنميه البشريه والناشط الاجتماعي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. حياكم الله. حياك الله. سعداء اليوم بجوانبك. والله انا سعيد وفرحان والله العظيم. طيب ايش رايك نشوف التقرير هذا اللي جهزوه لنا الزملاء في الاعداد، زميل حسين وزميل معاذ والزملاء في المونتاج. خلونا نشوف طبعا بندر الشعلان، خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين معكم مشاهدينا الكرام. ايوب ايش كثر عرف في حياته؟ خلينا نقول مثلا 30,000 مثلا. صعب اني انا احل 30,000، لكن اول ما ابدا اعرف انا منو، اعرف شخصيتي، اعرف طباعي، اعرف نفسي. اذا كانت الحياه قائمه على التنوع في اشياءها الكبيره وفي اشياءها الصغيره، اذا ليش احنا يعني نقلص التنوع؟ واخذها في حضني قلبي سبقني وطار لما اخذتني، واشم هوا الكويت واخذها في حضني قلبي سبقني وطار لما اخذتني. عدنا مجددا متابعينا الاعزاء. اليوم تقرير، نشكر طبعا زملائي حسين وبندر الشعلان على هذا التقرير المميز، ومع ضيفنا اللي اكثر من مميز صاحب الكلمه المؤثره الدكتور ايوب. يا هلا، ايش رايك بالتقرير دكتور؟ فاجاتوني فيه داخل انتخاباتك. لا لا، ما نحولها كلش كلش ما نحولها. قاعد نشوف الصور. حياك الله يا دكتور. الله يحييك والله يحييك. دكتور أيوب، إحنا طبعاً في مناسبة جداً حلوة وجميلة اللي هي مناسبة دورة كأس الخليج. إيش تتابع أنت في الكورة؟ إيش ميولك في الكورة الكروية؟ أول شيء أحب أشوف الكورة، بس ماني يعني من المتفرقين متحمسين، لكن عيالي يقولوا لي يبا ترى بكرة مباراة لا تطوفك. حلو. ومرات إذا مثلاً ما شفت المباراة ما أشوفها كلها، أنا أحب أشوف أفضل الأهداف أو أشوف الملخص أو الألعاب الجميلة. لسبب الكرة مو بالضرورة يصير فيها أهداف، اللعب نفسه يستمتع الإنسان باللعب. صحيح. يستمتع أحياناً في مواقف جميلة لما مثلاً لاعب يصنع هدف حق لاعب آخر. صحيح. وهذاك يقول، إذا تلاحظون أول شيء هذا يروح يشكر اللي صنع له الهدف. صحيح. ثم يلتفت على الجمهور ويحييهم. يعني هذه المواقف، أو شخص يكون مثلاً مرات أصاب شيء وسقط، مرات اللاعب ما يروح يكمل، احتراماً يوقف ويخليها خارج الملعب. نعم. وهذا منتهى الرقي، وهذا الغرض من الألعاب. يعني الألعاب مو القصد فيها أن واحد هو من يفوز على من. صحيح. متعة المشاهدة، متعة اللقاء، لما نشوف فرقنا الخليجية وشعوبنا الخليجية متوالفة ومتحمسين وبينهم شوية قفشات ومزحات. والله تحس فعلا تقول
كانت تقول إيه أنا خليجي، يعني كأن إحنا صرنا وطن واحد بغض النظر جنسيته. أفتخر فيه مما كان يكون يعني. يعني صح. روعة. صح. نشوف مثلاً النكهة العراقية، النكهة اليمنية من هناك، النكهة السعودية، هذه النكهات مع بعض صحيح. تعطينا طعم مزيج قوة. إيه قوة بالعكس وناسة. جميل. صراحة. طيب. أنت إيش رأيك في التعصب؟ تقول أنت مش متعصب. أنت لا لا ما نتعصب. طيب إيش رأيك في ظاهرة التعصب اللي انتشرت مؤخراً بشكل كبير؟ هو هذا التعصب يعني ما يدل على الإنسان اللي قاعد يستخدم عقله. يسمونه في الكتب يسمونه الحب الصعب. تف لف اسمه. الحب الصعب ان انا اشجع بدون تعصب، هذا الحب الصعب. الحب السهل لا، ان انا اتعصب اذا فريقي خسر ينعكس على ما على زوجتي واروح البيت مالي خلق وعلى عيالي واقوم حق لا حيكلمني لا حيكلمني، وفي الشارع لو واحد لف علي ما اتحمل. اما الحب الصعب لا والله لعبنا وخسرنا ان شاء الله في الجايات نفوز. لا الرياضه حلوه، الرياضه صراحه هي جزء حلو في الحياه، تعاون وتقبل وروح عالية صحيح. وهذا المشجع يقول كلمة وهذا المشجع يقول كلمة مع بعض هذا الروعة. أما إذا صار الحب سهل اللي يعني يا فريق يفوز يا الحكم غلطان والدولة غلطانة والهوى ضدنا في مسلسل الهوى ضدنا أو حق زوجته أنت كله منك وإيه نكد من خلاص دخل ويا دخل وإذا فازت ما يقول كله منك يقول هذا أنا أنا فايل خير من أول لا ما يصير ولا والله الرياضة حلوة. طيب دكتور شيء تعصبه حلو. طيب دكتور إيش في هدف قد صار يعني قد حدث في أحد المباريات ما قد نسيته حتى لو من أيام زمان يعني هدف هدف أذكره الحين تذكره إلى الحين ما نسيته. إيه أذكره كذا هدف. أنا أذكر هدف العنبري على العراق صراحة اللي كان إحنا كنا فازين خالد الحرمان الله أنا الآن هذا من متى وأنا صراحة مو ما أتابع الكرة يعني لا يوميا ولا أسبوعيا والله أقول شيء صراحة صراحة بس اللي حطيتها أحس إني كويتي صراحة صراحة إلى اليوم البيرق قام يرفع صراحة إلى اليوم هذا الهدف هذا الهدف اللي من نص الملعب هو يركض اللي مع الدخيل لما طال الباص صراحة أنا هذا إلى اليوم أشوف بعض أهداف بدل المطوع أشوف بعض أهداف فتح كميل أنا شوي لأن الجيل اللي عصرته قديم بدل المطوع حديث بالنسبة لي فأنا لا صراحة لي اليوم في قد ساوي أنت شكلك قد ساوي الصدي راح تسوي لي عداوات مع الناس ما يدروا ما يدروا شنو طيب الحين قبل شوي ذكرت الزوج أو الزوج الحين إذا صار عندنا زوج قد ساوي وزوج عرباوي ليش تزوجه أصلاً؟ زوج قد ساوي وزوج عرباوي ليش تزوجه أصلاً؟ بالعكس يكون في كذا في تعصب في البيت يعني في ولا زوج هلالي وزوجة نصراوية ولا العكس لا أنا المأذون ما عقد لهم أقول أول شروط الزواج أي نادي تشجع أي نادي طيب إيش رأيك في التعصب بين الزوجين؟ ما يصلح والله والله حسافة والله يصير مشاكل في البيوت صحيح حتى في الكويت عندنا خفت أنا يا مول خفت لأن اليوم التعصب خف شوية أتكلم على الكويت لأن الأندية العالمية خذت جزء من هذا التعصب يعني صار اليوم الواحد يقول أنت مثل برشلونة ولا أنت ميلان ولا يعني مدريد بس التعصب يا جماعة الحب الصعب مرة ثانية نستمتع باللعب نفتخر فريقنا نشجعه نتبرع له لكن روح انت عادة وتوصل مرات إلى زعل شهر في طلاق توصل طلاق نعم توصل صحيح. طلاق صرخ على العيال صحيح. ويصير مرات العيال تكون معهم مرات لا انت ما فيكم خير يعني متعة الرياضة وحلاوتها تروح في التعصب التعصب في أي شيء مكروه في أي شيء دكتور أكيد في مواقف مرت عليك بهذه النقطة تحديدا اي مو بس في التعصب تمر عليه في الزواج عدة أمور واحدة منهم التعصب أنا بذكر مثال عملي الزوجة العاقلة الحكيمة لما يصير اليوم اللي فيه مباراة زوجها ايوه هذا اللي نبيه زين فيها هني بعدين فيها بعدين ركزوا انا عندي واحد من الشباب شاب كويتي متولع بالكره ويروح يشوف مباراة مع ربعه تزوج شافته زوجته مره مرتين المره الثالثه ما طولت شاب صغيره اتصلت فيه قبل المباراة بساعة قالت له طلبت تكتي البيت انا بي ضروري وتوع يعني شبح حريص هو رجع البيت ولا شاري تلفزيون كبير وحاطت له شاي وقهوه وفستق وما ادري شنو وكعكاي قالت له شوف تشوف المباراه في البيت تلفزيون كبير لما شاف هي ما تحب الكره بس اذا قال لك هيا تقول له بشر عسى بستو تتفاعل معاه اي حلو يوم خلص مع لكم الحشيه بس وش قالت له هو ايش قال يوم خلص عسكم الله قال انا حمار اذا شفت مباراه مع ربعي مره ثانيه هذه المره السنعه والله ليش لان ضبطوا رجالكم يا جماعه حقيقه بعد العكس يوم يصير مباراته الحين قاعد هي ومتحمس هذا لا قولوا يا لا تقول طلعنا مره واحده
يا ريت تدرس عيالك على الاقل شويه بدل ما تقعد. هذه نكديه. هذه ما راح تدخلك الجنه المباراه هذه. هذه نكديه. يعني وقت سعادته تروح تسوي لها السوالف. الله يسامحكم فضحتونا. يقول مره ما قاعد في البيت. يروح فهو والزوج كذلك نقول له مرات اي ماشي اذا ودك طلع عيال قبل المباراه قبلها بيوم مشهم وطلع وياهم ولا صار يوم المباراه قول يا حبايبي يا عيالي الله يرضى عليكم انا بس اعطوني ساعه ونص ساعتين اروح اشوف المباراه. انا اعرف واحد ثاني سوى عاد هالدوله الخليجيه ما ابي اسميها هذا زوجته ما ترضى سوى عنده في تحت في البيت غرفه مكتوب عليها مستودع اغراض حاط فيها تلفزيون خاش يعني خاش في بيته يتخاف يا عمري خايف منها يما منه زوج خليجي ترى حلوني خاف من زوجته انت تخاف من زوجتك انا ما خاف من زوجتك انا صدقتك واير والله هذا ما اطمح له انا عن نفسي عرفت ليش انا ما بتزوج لين دحين ادور على واحد يخاف يا جماعه دكتور احيانا يصير العكس تصير الزوجة مولعة أو يعني كثير متعصبة لفريقها. إيه مو هذا قلنا اللي هو مو الحب الصعب، الحب الصعب هو الحلو. إذا صار متعصبين تخيل شوفوا المباراة مثلا هي فلان هي نادي إيه ألف وهو نادي باء. تصدق شو تسوي؟ عاد يعتمد هني من اللي عنده شيلات ومن اللي حافظ. الله الله حركات ولا تدي. حركات هو يسوي لها يطلع عليها مرات يتغطي وجهه انه مغلوب يعني بس يسوي انه غضبان بس مرة. حلو من ناحيه انه بس انه فكاهه يعني كذا نتنافس في البيت ويكون وضع كذا فاهم انه من ناحيه كمان رومانسيه هذا شيء حلو يعني في كسر لروتين معين بيصير عرفت يعني هذا حلو بس مو اللي ياخذوها هذا حلو يعني انا قبل كم يوم صار في واحد من ربعي فانا صار في اول ما قلت له هو صراحه سعودي اوكي انا وصل فيني كان اقول انا هذا الكاس يلمع والعيون تلمع بس طلع العكس طلعت هو كانه اللي جانا جاكم يعني احنا فوزنا واحد ان شاء الله شو تقول للزوج اللي يعصب اذا خسر فريقه ويطق العيال اي والله يتهاوش مع المراه والله هو النصيحه اللي من قلب داخل هو يخف العصبيه عموما يعني ما صعب نقول له بس في المباراه لا تعصب لا ما يصير ايش علاجه اذا قال لك انا مبتلى بالبلاء مو جينات او كروموسومات دي ان اي هو يقول له ماشي انت على الاقل خف العصبيه 10% كثر الله خير هذه على نوع شخصيته يعني في مثلا انت اعطيت دورات كثير في انماط الشخصيه صحيح. فممكن يكون هذا العمل اللي كلمته واحده ما يبان عليه ما زي تصاب هم في نوعين في انماط الشخصيه ونطبقهم على المباريات انماط الشخصيه في برنامجين برنامج في العصبيه يختلف عن شوي على الانماط الاخر يقسمون الناس اربع انواع بس نقول بسرعه واحد يسمونه الف واحد اي 1 هذا منجز يخلص شغل هابري يحشي قرد يقول باللهجه لكن هذا ابد عداد سيارته لو احد يدوس على طرف يفصل في اللحظه اللي يفصل فيها هو اللي يطلق يحذف الريموت كنترول يطق بالعقال بعدين هذا سريع الغضب هذا مين بالضبط الف اللي يسمونه اي 1 ترب ابعدنا اي لا بس هذا طبعا انا اروح احيانا السجون القي محاضرات في دول الخليج بعضهم داخل السجن لان بلحظه غضب في الشارع وقف واحد او مشجع مع جمهور سمع كلمه مد ايده وصارت المشكله فالف واحد هذا في البيت هذا لما يصير مباراه احتمال يحذف يكسر تلفزيون يا ساتر احتمال يضرب ولده صحيح احتمال يطلق وموجوده هالنماذج اذا فصل هذا اللي يفصلون النوع اللي احسن منه زين الف اثنين اركد الودود اهدى لا بعد شويه للحين حاره شويه لكن هذا الايد هدت والصراخ يصير بس اقل هذا ممتاز احسن منه حق المباريات باء واحد اثنين باء واحد هذا حلو باء واحد اللي هو عنده هذا لا خسر فريقه الله دام وش عادين حيلهم شويه باء اثنين خلصت المباراه يعني توقعون خسرنا خلصت المباراه خلصنا يا ابوي الناس رجعت بيتها ونام بس هذا عاد زوجته تغيظه يعني تخيل لو زوجه الف واحد وهذا باء اثنين وزوجته قالت هيا غلبناكم كسرنا راسكم كسر راسنا عليكم بالعافيه قلبي يحبك الله هذا يعني يما منه ده مطلوب اي لكن طلب عليه الفرح صلاه قالوا رب قسم بالله كسر راس اللي يابوك واهلك واللي ستر يا رب ستر يا رب ستر يا رب على شنو تهاوشوا على مثلا جول احتسب الحكم وهو خطا
ومعليش انا مره ما حد درى عنهم والله ما يسوى اسره تفكك على جول او على ضربه مرمى ولا على ضربه مثلا خلينا نقول ركله او ضربه جزاء حتى ضربه جزاء اشد شيء. طيب دكتور عن اذنك بس في صور حابين نعرضها لك ونبغى تعليقك عليها. مفاجات؟ اي هذه مفاجاه. بدونا شوف يا عيال اهم شيء يا عيال. الله ابوي هذا الله يرحمه. وين جبتوها تو فرش؟ اوه هذا حبيب عمري. طيب حكيني عن ابوي طلع يوم يطلع الاول. الله والله العظيم هذه اول مره تنشر. بس لا تطلعوني اصغر بعد لين زين لا وانا ابي اصغر. لا في اكبر. ما شاء الله. شجين شجين يا دكتور. ايام كليت حبوب خالي كليت حبوب. هذه الصور كانت بمنطقه ايام ام كلثوم يا دكتور. كيفان. هذه انا كنت حبوب سنه اولى. دكتور ايام ام كلثوم دي. ايام ام كلثوم. والصراحه اي. صراحه اي. طيب هذه الصور كانت يا دكتور في منطقه كيفان. ممكن تحكيني عن هالمنطقه؟ اول شيء عندي صوره ابوي الله يرحمه. ابوي هذه اسرار. ابوي من نوادر الدنيا والله. مو بس لان ابوي يعني كل انسان يحب ابوه. طبعا. بس انا والله الله يرحمه والله. انا ودي انك تحكيني بس عن ايوب يطلع الاول. هذه ما شاء الله محضرين زين. يا جماعه والله ما ادري ان محضرين. كثر الله خيركم. الله يسعدك يا رب. ابوي ما بالغ من نوادر الدنيا. اول شيء موضوع هذا الحب والتعبير عنه والفرح كان حتى اذا انا فرحت حق فريقي قول ابوي ما يهتم بالكره طبعا أيه؟ لان موالدي هو 1900 انا موالدي 57 الله يعطيك لكن يفرح فرحتي اذا رحت العب كره يفرح فرحه يعني كان ابوي الله يرحمه فرح يمشي على الارض الله يرحمه يعني مثلا انا خل اقول الحين مثلا في المدرسه ابوي يسمونه التعبيري نمط التعبيري أيه؟ التعبيري هم الفرحيين يعبر أيه؟ سنه 70 71 انا كنت في ثاني اعدادي حلو وكنت في مدرسه وسط واجي المدرسه ابوي الله يرحمه كان في جلطه وضغط وزلال واملاح بالكريات اكيد الدكتور اخاف انك في ثاني ابتدائي صغرك 59 انا 60 سنه من صغرك احنا فالله يرحمه انا يا المدرسه هو مريض متلحف علي بشتوبر متلحف وانا اقول يوه نجحت الله يرحمه يقعد يقول لي ايوبي طالع الاول ايوبي طالع التاسع ايوبي شوف انا 60 سنه للحين ترن في اذني اذا جيت الصبح يعطونا وقتها 50 فلس نص ريال الصبح نص ريال العصر تسوي شغل يعني اي طب اشتري شيء وايد انا ابوي مريض الصبح اي حب راسه قوه يبا يقويك الله امره ما قال لي خذ امره ما قال لي وين الفلوس امس انت اكبر الاولاد كنت لا انا اصغرهم حاش الدلال حاش الدلال فاذا جيت اخذ العنقود عندنا نسميه سكر معقود سكر معقود سكر معقود تمام فانا يا حب راسي ابوي والله يا جماعه يعني فرصه حق اليوم اخواننا واخواتنا واهلنا اللي يشوفون البرنامج خلينا نطبق فعلا ابوي ما يقول لي خذ وهو مريض ما كان واحد نشيط ما يقول لي خذ شو يقول لي طق راسي يا عسعوص طقه وطلع فلوس طق راسي اقول حق ابو خالد لما طلعنا رقاصين البيت كله شيء البيت كله طق أيوة والله ان البيت والله ان البيت كله شيء البيت ما اي ابوي الله يرحمه غازل مشيتي شوف انا مراهق ابوي غازل مشيتي يوصف مشيتي اللي مشيت والله نتمنى ان كل ابائنا يصيروا كذا طيب. للاسف في اباء ينفروا عيالهم منهم هذه سبب من اسباب السعاده في البيت اي ابوي طبعا ابوي عنده رضا داخلي بعدين ابوي يرى ان مرضه ما له علاقه ينعكس عليه يعني انا في اولى ابتدائي طفل صغير طفل بلعب امام بيتنا بيني وبينه 15 متر اذا جيت بطلع ابوي شو يقول لي؟ وادعتكم بالسلامه يا ضوى عيني وفراقكم ما غمض جفني على عيني الله يرحمه غير لما يقول له لا تاخر لا وين حليت واجباتك؟ كذا 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 يعني اقصد نقدر ما بعرف اسوي حلقات بس عن يعني مو واحده ذاك اليوم مبسوط ومازحني لا 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 اي شيء اي شيء دكتور يمكن كان يحب الوالده كثير عشان كذا يحبكم ابوي يحب الوالده وايد ابوي يحب الوالده الله يرحمه هو غالبا الرجل اذا حب زوجته اكيد يحب عياله لا لا احنا ما نتحجج لا لا بس ابوي تجانب لا ابوي تعبيري مو بس هذا يا جماعه مثل ما قلت منو منا اليوم يغازل مشيه ولده الله يعني مو بس هذا اذا قاعد في الصاله ابوي الله يرحمه قاعد وهو مريض اتكلم واحد امراض عدله سنة 75 انا موديه مستوصف كيفها منطقتنا اللي احبها مرت عصبان انا عاد ودني تحكينا عن مدينة الاحلام هذه موديه المستوصف طبيب مصري جزاه الله خير فحصل يعرف قال ابو ايوب قلب مستشفى الصباح يا ساتر يا واحد عمره وقتها 75 سنة سنة اللي توفى الله يرحمه قلب وغير امراض ثانية يوقف سند على ايدي
قلب حنا سباع وين دق القاع حنا سباع. طيب المصري طلعت عينه. والله منو في قلب؟ منو في قلب يقول حنا سباع وين دق القاع؟ الله. اليوم بعض الأخوة هذه مارة الإيجابية. إنسان إيجابي واضح إنه كانت حياته كده ورسم هذا الشيء وتعكس عليكم اللي عنده حين. ما في الله ينور عليك إيجابي. الحين أمامنا في بعض الأيام رز فوق سمكة اسمها سبيطي. يعني تعتبر يعني تنافس الزبيدي عندنا زينة يعني. والله أبوي الله يرحمه إحنا قلت نطلع شيء يعني. أبوي لا يكلم ما يأكل ساكت يتنطع. الله العيش يقول عن العيش الحبة هالطول يوصف حبات الرز. الحبة هالطول والدهن الخراري سم وهالعروس المسدوحة وهو يعني في ناس اليوم ياكل معها المدير العلة ولا يوم يغيب. أنت ليش تودي مديرك معاك في البيت؟ ليش تنقل البيت؟ يعني تنصح ان المدير ما يدخل بيتهم. انت دخل سبيطي بيتكم ايش حق تدخل مديرك البيت معاك او المسؤول او عسكري او واحد مثلا امور الدنيا صح. فهو مثل ما تفضلت شخصيتك برا لا تجيبها للبيت. فابوي مو بس معاي يعني هو هذه الايجابيه انعكست على كل شيء لما نلبس لما نقعد يعني ما بالغ منهج حياه. يبقى كيفان عاد صار وقت اسولف عن كيفان اذا في وقت سولفت عن كيفان. لا والله أنا ودي تسولف عنها. كيفان منطقة كويتية الكويت عقب كان في سول الكويت. كيفان إن شاء الله بكرة نفوز فيها. إن شاء الله. سول الكويت أول كانت منطقة محدودة تقريبا من الأبراج يطلع هذا يمر على الدائرة الأول ينتهي صوب الشيراتون في الوضع الحالي يعني. يعني ناحية المباركية وكذا. المباركية القلب هذه. جنب المباركية يسمونها المنطقة الوسطى منطقة صغيرة تحوطها ثلاث مناطق قبلة وبعدين سلم القاب سند لها وهالصوب شرق. هاي مناطق الكويت. احنا بيتنا كان في المنطقة الوسطى بس انا ولدت هناك بس اسمه فرج الجناعات بس ما يعني ما عندي ذكريات لان كان صغير. ومسجد الدولة الكبير هذا فرج الشيوخ فرج الرئاسة الحاكمة. لما طلع النفط وجت الدولة تبي توزع الثروة على الناس وصار تثمين يعني زين حق الناس فالسور الكويت هذا حدد المناطق الجديدة فيصير الشامية وراها كيفان. جميل. وكيفان منطقة تعتبر يعني من المناطق ليه الحين خلينا نسميها شوي شعبية فيها منطقة فيها كلها كويتيين واللي جو اللي توهم جايين من عهد فقر فهذه أو يعني إحنا كنا البيت العربي اللي يصير الحوش وسط الغرف البيت الفرنجي ولا اللي لا شعبي إحنا نسميه شعبي أيوة البيت الجديد لا الفيلا ودار بدارها الحوش يعني فانتقلنا هناك بس أنا أبوي انتقل إلى البيت بس روحه ما انتقلت من كيفان إيه من ذكريات من المنطقة القديمة فأهو لأن طول عمره هناك أبوي جاهني جينا البيت الجديد أبوي كان عمره تقريبا 64 سنة ما شاء الله. هذا الفريج أنا مع أصحابي كنا نلعب الألعاب القديمة حلو يسمونها المقصي الناس أكيد بالسعودية موجود بس أسماء مختلفة يعني ممكن أكيد نحط شوية بعض حجارة فوق بعض ونرميهم عنبر نسميها بكرة التيل طبعا لها اسم ثاني عندكم إيه شو يسمونها بالسعودية والله ما أعرف تيل صح تيل لا بعد لها اسم ثاني عندكم ما لا شيء بعض الأسماء ترى تختلف إحنا مثلا رقي أنتوا حبحب أو جح صح يعني يختلفون شوي فهذه المنطقة كان حينا شارعنا الحي عبارة عن إيش 100 متر بعد حي فريز ثاني ما في نهر ولا جبل ولا زرع يفصل بس لا يعني لازقين بعض هو شارع واحد بس نعرف ان هذا المكان هذا نسميه فريدنا نلعب فيه حينا كان نموذج للكويت بكل الوانها كل ان بقيت البدوي ولا حضري والغني والفقير واللي ما يمدك يعني كان شارع متنوع هذا عايش جميل ويا سلام التنوع هذا اثر شخصيه وكان عندنا في نفس ال 100 متر الدكان الهندي طبعا الدكان ياخذ اسمه من صاحبه في بظهره الدكان الايراني لانه صاحبه ايراني هو بالاخير بقاله وكان في اللي هو المكوجي ما يقولون يعني اللي يكون ملابس هذا كان هندي وكان في خياط باكستاني في ال 100 متر فهذا كان شارع فعلا متنوع التنوع هذا وايد اثر حياتي احنا بيتنا كان احنا الفريج هذا كان شقين شق يسمونه ذوي الدخل محدود طبقه محدوده من بيتنا على اليسار ورانا طبقه متوسطه ورا طبقه شوي اغنى فكنا في المدرسه نفس العمليه هذه الثلاث طبقات تعيش مع بعض نلعب مع بعض فتشوف الشخص اللي عنده اتيكيت اللي هو عاد اتيكيت عارف لما الاتيكيت لما يسوي شيء من هذا وتشوف هذاك اللي
مسح وجهه من فوق لتحت. وهو ماكل معكرونه، معكرونه ما تمسح باليد فيها دسم. اي والله بس ما هو حاب يزيت وجهه عاد الله اعلم وين يحوش يعني. وما بين هذاك اللي فهذا التنوع يثري الحياه. في هذا الحي لعبنا كره، كان عندنا كره، نباري الاحياء الثانيه، كنا نشتري كاس بدينار ربع ونخليه على من اللي يفوز وتحديات. وكان وطار الكاس هذا تلعبون عليه مره. وكانت لا والله الحياه زمان والله كانت بسيطه وابسط من الحين يعني. والناس كانت كلها تحب بعض يعني، والناس كلها تسال عن بعض. للاسف هذا الشيء احنا نفتقده حاليا. لا يعني تواصل. لما اول كان اللي ينجح مثلا في المدرسه يشتري صندوق مشروبات غازيه ويوزع على 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 الفريق، اذا نجح في اجاده سياره يوزع هذه. وكان اول مثلا حتى اشياء بسيطه، احتفاظنا الكبير الله يحفظه ويحفظكم مع صديق راسي مسي عليها بالخير. اي والله الله يحيي فاطمه ام صلاح. هاي ام صلاح كان تروح لنا حليب. حليب والله نقعد انا مع رفيجي راشد عندنا في البيت تحت بيت الدرج مع خبز. خبز وهذا حليب، واحنا بخير وقتها مو يعني مو لا لا الحمد لله احنا ميسورين وكل شيء الحمد لله. بس هذه الجلسه اليوم نقعد امام بيت تشتاق لها الحين. اوه انا لين مليون شيء كثير طبعا. احنا طلعنا من كيفان سنه 1980 يعني كلام هذا قديم. انا الى اليوم ادخل بالسياره الحي الله تاخذ بس والله العظيم اذا دخلت كان امي حضنتني الله. وكيفان مشهورين بالكويت ان عندهم شويه حب زياده عن بقيه المناطق يعني يعني عندهم انه مثلا الحين لو تسال واحد من كيفان وهي صدق اذا رحت مرات اقول واحد من عيال اثنين ناس من هالكيفان عائله كريمه اقول له شو كيفان يعني هواها غير الهواء يقول غير هواك شلون هوا غير سبحان الله هذا عشق هذا انتهى العشق. وفي ناس لذلك عندي واحد من ربعي مدير مدرسه منطقه الروضه هذا عنده عشق مختلف اذا سافر برا الكويت هو مدير مدرسه اذا سافر برا الكويت ياخذ معاه كيس مخمل ايوه في تراب الكويت كل ليله قبل ينام يشم التراب وينام ايش هالحب هذا هذا حب الله. طيب جميل انت قبل شوي ذكرت المباركيه وسوق المباركيه هيفا اكيد عندنا تقرير عن سوق المباركيه تقرير اللي محضره طبعا زميلي بندر الفليت وبندر الشعلان نروح على سوق المباركيه ونرجع مساكم الله بالخير. اخذني طبعا شغف الميدان نازل سوق المباركيه هذا السوق المعلم التاريخي من معالم دوله الكويت راح اخذكم في جوله نخرج باذن الله بتقارير ولقاءات تابعونا. البشوت معروف انه موروث شعبي لدى جميع شعوب دول الخليج. اليوم راح نتعرف على هذه الشغله مع احد الاشخاص اللي اخذ هذه الشغله بالوراثه. البداية ودي أعرف متى هذه الشغلة كانت معك. والله شغلة من نبهاتنا يعني مجدادنا يعني من يعني أنا دخلت فيها من الستينات. والله عندنا يا محفوظ الشباب قليلين بصراحة يعني فيها حق زواج يا مناسبة عندنا يا تعيين وزارة ولا تعيين وكيل ولا يعني هالشغلات هذه يعني هالستين هذا ضعيف الشباب ما مو لباسة بشوت أبدا. إيه طبعا هذا تراث صلعة تراثية تبدأ من الحياكة عرفت علي ثم تأتي إلى الخياطة خياطة البشوت. فالتطور الحالي بالنسبة حق صناعة البشت صارت المكائن بدل اليد بالنسبة للحياكة. أغلب الأقمشة الموجودة هي أقمشة يعني صناعة مكينة مش صناعة حياكة يد مثل الأول. الأول كان الاعتماد على حياكة الإيد وكان عندنا فريج اللي هو فريج الحاكة معروف لحد الآن يعني معروف محله.
شكرا للراقي المخ يا جماعه العتنا دون المخ هذا المصور سعيد المزراقي وال يعني الجنرال بندر الشعلا شكرا لكم على هذا التقرير ايضا شكر لك بندر انك انت كمان محضر معنا لا هذه هذا طبعا ترى تقرير من ضمن عده تقارير باذن الله راح نشوفها في برنامج جميل. بس انا الملاحظه صدقني انا شكيت الحين هات تلفزيون سعودي ولا الكويت احنا واحد ما قاعد اقول لك انه والله العظيم قاعد اقول لك انه تلفزيون الكويت قاعد الله يعطيكم العافيه الله يعافيك والله ولا غريب عليك والله احنا في بلدنا وانتم شعب جميل دولة فعلا جميلة. الواحد هنا ما هو يعني حاس ابدا بغربه يعني كاني قاعده في الرياض فعلا ايوه يعني. والله العظيم نفس الشيء ولا ترى هي الصج حتى بالنسبه لي مثلا انا احنا هاجرنا قبل 300 سنه من منطقه الهدار صوب الفلاج مرينا على الرياض شويه والرياض ما قصروا في ثلاث شوارع اسمها شارع القناعي علينا ما قصروا ان شاء الله هاي واي بعد خلاص هالشوارع الحين فيعني ايوه ولما والقصب تبعد عن الرياض ساعه وربع للحين في عيال عمي وبيوتهم موجوده لليوم فلما اروح السعوديه جد انا يعني مو الشخص اللي رايح مو بس بين اهلك ونفسك لا معناها الحقيقي فعلا يعني وانا كله اقول والله العظيم ما ابالغ هذا الانتفاخ سببه انتم حسبي الله عليكم ما كنت والله كذي والله ما كنت كذي كم جاء قمت اروح يا جماعه من عندنا ندخلك نادي ناكلك منين اوديك نادي يعني ام بقيت تحكي صوب هناك ابها وربعهم عندهم مثلا صوب القحاطي وجماعتهم هالعريكه اللي عندهم ضد الجاذبيه سيد المخ كلك او لطف عند سبت العلاي جماعه بالقن وربحهم حتى اسمها على معناها قبل العشاء العصر اسمها لطف مش اسم لطف او تبع هالصوب صوب ها يعني اسلحه الدمار الشامل يعني موجوده كثر الله خيركم طيب يحفظ السعوديه واهلها دكتور ايوب بحكم زيارتك للسعوديه في اشياء كثير للاسف الاعلام ما بيذكرها من الاشياء اللي بتصير التطورات اللي قاعده بتحصل وزي كذا الاعلام جدا ظالم هو او بعيد عنها صحيح. وانت بتشوف هذه الاشياء ايش الاشياء اللي لفتت انتباهك انا كل مره اروح السعوديه وهالكلام اقول حتى في البرامج وفي الدورات يعني انا اشوف التقدم في السعوديه اكثر من السعودي لان السعودي يعيشها فما يلحظ ممكن ما هو حاس فيها إيه لانه يعيش جزء يصير جزء منها صحيح يعني انا اليوم اتكلم مو ما اتكلم عن الاشياء اللي في الكتب اتكلم عن اللي انا شفته يعني لما اشوف عدد الجامعات اللي موجوده وانا اروح احاضر في الجامعات السعوديه صح. عدد كبير منها ما شاء الله لما اروح مثلا يا جماعه منطقه اذكر مو الحين قبل 14 سنه منطقه الليث او الليث اللي جنب مكه بعد مكه تقريبا منطقه مقطوعه ندخل بوادي ولا مبنى شنو مبنى قالوا مدرسه من حق الجن قال ابو خالد في قرى صغيره صحيح. من كل قريه طالبين ثلاثه وهي جايه في النص يطلع الفصل فيه خمسة ستة حاطين له معلمين وستاف كامل لا ويوصلونه اللهم لك الحمد صحيح. يعني أنا الحين ما أتكلم فقط في الرياض قول رياض العاصمة رحت مناطق على القرى والمناطق النائية فعلا إيه يا تشوف مركز طبي يا مستشفى يا أشوف مثلا عندكم مركز القيادة في شركة الكهرباء السعودية مركز من أفضل مراكز إعداد القادة في العالم العربي إذا هو في الشرق الأوسط بس مو طالع في الاعلام للاسف هذا اللي انا اللي زعلت هذا في الرياض في المدينه هذه الجديده الاقتصاديه عنده مبنى هناك مسوينه باتفاق مع جنرال الكتريك يعني في ستاف سعودي اختاروا ارقى مستوى من مراكز القياده وسوى مثله لما اروح سايتك هني في صوب الخبر لما اروح جامعات يا جماعه جراحين سعوديين طبيبات سعوديات تخصص عميق اذا تكلم عن محاضرين ودباء طرق سريعه اقول الله الدنيا تاخذ المدينه تقطع الى بريده خط سريع الحمد لله اول هذا الناس يروحون كم يوم يقعدون في هذا الطريق يقعد بالخمسه وسته ايام حتى يا جماعه انا قاعد مع شبابكم والله يا جماعه يوم من الايام كنت في جده مع ادرب طلاب صغار اول ما وصلت ولا واحد اسمه غازي ما اعرف اسم عائلته 12 16 سنه سلمت شلونك شو اسمك غازي ما شاء الله عليك اذا كبرت اكثر شو بتصير قال ان شاء الله افوز بجائزه نوبل في مجال الهندسه الوراثيه ما شاء الله عليه تحسنه بسم الله عليه الله يحفظه الله يحفظه ما شاء الله ان شاء الله يوصل فانا مسكت قلت له ابي منك طلب واحد لي صارت الحفله تناديني قال يا نادي مسكت المعلم قلت له هذا شنو قال امه وابوه اساتذه في جامعه الملك عبد العزيز في الميكروبيولوجي يعني هي طالع من بطن امه عنده ميكروسكوب بسم الله عليه ربي يحفظه ربي يحفظه واقدر اسولف عن ذاك اقول حق الناس شوف يا جماعه في فرق ان انا اشكر السعوديه اللي فيها خدمه الحجاج وفيها الخدمات اللي ما يتصورها عقل وكل سنه كل سنه في تقدم اكثر لان الصراحه بدا يصير عندنا شويه حساسيه وغيره منكم لان الصراحه كل ما راح الكويتيين حج اول عمره رجعوا
كله في خدمات ما يوقف مستوى معين. فمثل الشخص اللي ما عنده قمة، اللي ما عنده قمة يستمر، لها عيب واحد ما يفرح، لأن كل ما سوى شيء كبير قال لا بعد بعد ما وصلنا. الطموح كبير، لأن الطموح كبير. صحيح. فأنا هذا شيء أشوفه يا جماعة. لا إن شاء الله بتشوف أحسن من خلال رؤية 2030. عارف على الرؤية طبعًا أنت عملت، هو عمل فيها ترى. أنا عارف عدل وعارف تفاصيلها ومحاورها. حكينا عن يوم المحاضرة. يعني الرؤية بشكل مختصر ممكن. الرؤية يصير عندك بعد استراتيجي وفي بعد شرعي اللي هو وجود الحرمين الشريفين. نعم. وفي بعد اقتصادي وشغالين في الحين إن هذا النفط يوم الأيام يصير هو الاستناد الرئيسي كله على. الثانية داخلها في تفاصيل. نعم. الآن تبدي، بس يا جماعة 2030 مو بكرة. صحيح. عاد يبي لها وقت. صحيح. احتمال يصير 2032، احتمال يصير 2028 يعني. بس احنا كمان نساهم انه كمان نسرع كمان من ظهور الرؤية أكثر وأكثر. يعني ممكن. وازدهار البلد ونطور من نفسنا احنا كذاتنا احنا كمواطنين وكمان نطور من بلدنا. أنا يا جماعة اللي أقول أنا في شيء الإعلام ما يعني ما يبرزها بالقدر الكافي. موجودين شباب وشابات سعوديات اللي هم يا عنده دبل ميجر تخصصين. صحيح. يا عنده ماجستير ما ادري تخصص ما ادري نادي ما ادري شلون ما شلون اخر يا اللي فازت بتوقعه في الام اي تي قبل 3 سنوات سعوديه. الام اي تي هذه اقوى جامعه في العالم. صحيح. في يا طبيبه ما شي مسوي اختراع براءات اختراع في السعوديه عددها كبير. يعني لو ابي اسولف احيانا ليح ما جيت حق الكتب وش يقولوا عن السعوديه ولا قل دور السعوديه والطلاب اللي تبعثهم برا. اي انا ابغى اسالك في هذه النقطه تحديدا، كيف ترى دور القياده في المملكه العربيه السعوديه لدعم الشباب والشابات في المملكه؟ لا انا من خلال مشاريع مختلفه، اختيار صناديق، من خلال تشجيع اللي هم يسموه شباب الاعمال. مو رجال الاعمال الحين، لا لا الحين شباب الاعمال، شباب وشابات بالضبط. من خلال برامج الرياده، من خلال تسهيل القاعده الاشياء اللي تصير لهم، من خلال تقديم الاستشارات. يعني عدد المشاريع اللي يسوونها الشباب السعودي اليوم لما تحسبها ما راح يتخيلها انسان. مبادرات السعوديين صراحه واصله مرحله الواحد يفرح لها. الحمد لله. انا ازور مصانع، جاء مصنع نسبه السعوديين في العماله، العماله 95%. ما شاء الله. ما اتكلم الحين عن المهندسين او والله سي او اوز هذول الكشخه الكبار. لا لا، واحد بيده بفك بيده كيميكلز. قبل شهر كنت مع شركه سامر في ينبع. الشباب كلهم سعوديين وهذا شغلهم، قاعد مستنفر، لان لو صار في تسرب او شيء ممكن تكون كارثه. صحيح. قاعدين تصدق بعضهم يشغلون 12 ساعه في اليوم. صحيح. من هذا هو شاب سعودي. صحيح. ليش يقعد عشان راتب؟ لا، الراتب برا احسن، يبي يخدم ديرته، يخدم وطنه، بيفيد الناس. فيعني هذا الموضوع شوف عيني وحكايات. الله يحفظها يا رب ويتم عليها بالخير. ما شاء الله دكتور، انت حصلت على عده مناصب ومن ضمنها اللي هي وكيل وزاري. صح. للديوان الاميري. صحيح. ممكن تحكينا يعني عن بدا، ورغم انه انت اخذته اللي على حد علمي اخذته كذا مفاجاه، كانت شيء كان مرعب لي وانت صغير. لا بس عاد هاي لازم البس بش بقولها الحين. ايوه سمعت اللي قبل شو يقول. اي سمعت. عاد اسوي بش مسوي شيء كذي الحين. ديوان الاميري لازم اسوي شيء. الديوان الاميري اللي تكيت والضبط. صحيح. انا خلصت دكتوراه تقريبا 89 90. ما شاء الله. رجعت الكويت تعينت مستشار لوزير النفط. ما شاء الله. بس ما كان هذا هدفي. هدفي كان ان اصير عضو هيئه تدريس كليه الحقوق. بس اشتغلت مستشار وزير، ما في مستشار وزير النفط ما طولت. اسبوعين وصارت الازمه يعني الأزمة. اللي نعم. صارت والحمد لله انها عدت والله لا يعودها. الحمد لله. ثم صرت رئيس قسم القانون في كليه الدراسات التجاريه 4 شهور. نادوني على الديوان الامير ترشيح للجنه يعني تقدم استشارات عن تطبيق الشريعه الاسلاميه لصاحب السمو. حلو. الله يرحمه الشيخ جابر الاحمد رحمه الله عليه. هذه من عام درجتها وكيل مساعد. خلاص هذه فصلتني عن الناحيه الاكاديميه، مع ان صاحب السمو الله يرحمه ما قصر لما في المقابله قال لي دكتور ترى تفرغ. قلت له طويل العمر استاذنك في التدريس. قال التدريس اول شيء علمي، خذ راحتك. ما قصر. اي والله هذا جزء من تقدير القياده لموضوع العلم والتعلم يعني. ولله الحمد. فهذه قعدت فيها حوالي 17 سنه. المفاجاه مو في هذه، كانت المفاجاه كانت لما جتني ترقيه وكيل وزاره. اي هي هذه. لان انا كنت وقتها بديت افكر في التقاعد، بديت يعني فجأت طبعا هذه ما غيرت مسمى، لا زينه فلوسها اكثر يعني. حلو. اكشخ كل زاره اكشخ بعد يعني طبعا. لا لكن صراحه هذا المنصب يجمع بين الدنيا والاخره يعني. الدنيا ديوان اميري ومنصب وقريبين من صاحب السمو. صحيح. الاخره ان المجال لجان شرعيه، وانا خريج قانون بحري مو شريعه اسلاميه. بس اقصد يبقى ان الواحد يحتك مع ناس يعني يا تاخذ ادب وعلم وشريعه او تقعد مع يعني جزء مهم، اهم جزء اذا صح التعبير، مرفق في الدوله الدول الاميري. وهذا كان فيه
حتى طبعا كان في اشعه زينه مع جواز الماسي مع معاش يعني دلعين ما قصروا دلعون الله يعطيك العافيه اتمنى لك التوفيق والله اسعدتنا كثير جزاك الله خير واحنا كنا سعيدين طوال ولسه حتى كمان ما نبغى نخلص الحلقه والله فعلا يعني والله والله لكن يعني انا قاعد ما عندي شغل كملوا والله منورنا الله يعطيك العافيه على راسنا والله ابغى اروح اقدم عم خالد اللي ما الله يمسيها بالخير والله الله يمسيها بالخير نسلم عليها وياك مشكورين وايد ما قصرتوا شباب مشكورين اذا مشاهدينا الكرام راح نطلع فاصل باذن الله وبعده راجعين مع ضيف جد